المهم شادر فور ريل ونز. المهم هناك يلعب هالشخصية مع انه اسبوع لطاف ولا هالاسبوع يعني لا اسبوع لطاف واحد اختار ميجا مان انه غلب كله ما في في البطولة بس وصل بعيد وصل اكثر من اللي اختار رويو الانتريج كويس اوكي مباراة ايفن حاليا للحين ان شاء الله اوي هذا غلط هذا بعد سأل عقليا هذه الرسام الطيب بدأ ستب حلو ما استوى هاي الحركة زينة يعني ما عنده مالتي هيتس عندك كمان جراب اوهو هذا اللوزر الله اعلم يلا بنكتب بنحط اللوزرز راوند فور حق ال حق اللي يعد وهذا مات هو عند سيف ريكفري سوى له كوماند جراب يسمونه سايد بي الولا الويل الولا من الويل هل بيسوي له سبايك؟ لا ما سوى سبايك اوه حلوه هناك كان اوكي وان انتراكشن اواي فروم بينج ايفل ستوب يعني نقطة نفس هو هيك هل ولا هل هل تاخد بح؟ لا نايس سمول كومبو تيدي بير جيتنج ذا ليتل هذا يعني حاول ياخذ ستوك بس تو اوبيس اعتقد يعني جراب وسايد بيز تو اوبيس اوه غير وضرب غير يحب يسوي تم خسران اوه اوكي ما تفلسف حتى يعني بس لا لا انا عندي بك يسوي ثاني اسهل صبروا صبروا اوكي هاي الماتش يعني استغرب انه حصلنا هاي الماتش اعتقد في اللوزرز في زيادة هذا اللوزرز نكست اب نايم خلي خطير يبغى جهود اوكي بوك نفس نقال انا عندي بروجيكال حلو اشتاق بعد ناري نايس سايد بي نظر نايس سايد بي كان بادي بداية حلوة بس الحين اون ذا ليدج بروبابل تو داي نوت بروبابل بصبر وما لا ما مات وا هذا الشيء يعني ما تحب تشوفه تهدي من يور اهيد من يور عليك رايك تو تيك ستوب هو انت ريكفري من سناك داي بي ضربات تحس ان تيدي بير المفروض تسوي كاونتر ضد البروجكتايلز في انه هو تسوي البروجكتايلز
الهائل ولو تذبح ما شاء الله غريب قوي ما يذبح الجدال ما عنده مشكلة اوكي لا هل تذبح؟ لا ما تذبح ولكن still advantageous situation اوكي لا واخسر تيدي بير 2 اس دي unfortunately اخر شيء ما كان اس دي اس دي كان يروم طيب